ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله تعالى هي سبيل النجاة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أما بعد، أحبتي في الله، المؤمن من أول ما يخرج من رحم أمه إلى أن يستقر في جنة ربه يمر بأزمات ومحن، أزمات ومحن وابتلاءات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وكذلك الأمة، وكذلك الأمة تمر بأزمات ومحن. فهل في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا كيفية الخلاص، ما يبين لنا كيفية النجاة، كيفية الخلاص من الأزمات؟ بكل تأكيد نعم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصد لنا أزمة وكيف نتغلب عليها، ليعطينا الدرس وليكون نبراسا للفرد مع أزماته وللأمة مع أزماتها. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الحديث مشهور، ولكن العبرة فيه تحتاج إلى بيان، وهو حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، أي اشتد عليهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت صخرة من الجبل على فم غارهم فانطبقت عليهم، سدت عليهم باب الغار، فحوصروا داخل الغار. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أظلم المكان، حاول الثلاثة
أن يزحزحوا تلك الصخرة بكل ما أوتوا من قوة فما استطاعوا. هنا تحقق الموت وتحقق الهلاك، انقطعت أسباب النجاة من الخلق، أيقنوا الموت والهلاك. من يسمع كلامهم؟ من يرى مكانهم؟ من يعلم بحالهم؟ إنه الله، إنه الملك جل في علاه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إنه الملك جل علا جل في علاه. فكر هؤلاء الثلاثة ماذا يفعلون؟ وقعت الأزمة واشتدت المحنة، فقرروا التوجه إلى رصيدهم. يا شيخ، وماذا ينفع الرصيد هنا في الحصار وهم محاصرون في الغار؟ ماذا ينفع المال وماذا تنفع القوة؟ لا أقصد بالرصيد هنا المال والقوة، وإنما أقصد رصيدهم من الخير. قرروا التوجه إلى رصيدهم من الخير ليسحبوا منه. اعتاد بعض الناس أن يدخروا بعض الأموال والذهب وإلى ما هنالك رصيداً يسحبون منه عند الأزمات، حتى أننا نسمع كثيراً ممن يقول خب قرشك، الأبيض ليومك الأسود. فما هو رصيدك من الخير الذي تسحب منه عند الأزمات؟ وهذا مغزى القصة. قرروا التوجه إلى رصيدهم ليسحبوا منه عند هذه الأزمة. قص علينا القرآن وعلمنا القرآن أن السحب من الرصيد ينفع عند الأزمات. فقد قص الله علينا قصة نبيه يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وأصبح في داخله. تصور إنسان داخل بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، ظلمات بعضها فوق بعض. قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، أصبح في داخله. وقعت الأزمة، أيقن الموت والهلاك، فنادى في الظلمات، توجه إلى الملك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ماذا قال الله تعالى أيضا؟ وهنا الشاهد: فلولا أنه كان من المسبحين، لولا رصيده من الخير، لولا رصيده من الخير، لولا عبادته، لولا قربه منا، لولا تقواه، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن بسبب رصيده نجيناه وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن الأمر هذا ليس خاصا بيونس بل بكل مؤمن تقي يعمل صالحا ويتقرب إلى ربه ويتوجه إليه. هؤلاء الثلاثة الآن محاصرون،
من يستطيع أن ينجيه إلا الله؟ من يستطيع أن يرفع هذه الصخرة وهذه الفتنة إلا الله إلا الملك؟ فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي توجهوا برصيدكم إلى الله. إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا في الدنيا والآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الرجل الأول، بدأوا بالتوجه إلى الملك سبحانه وتعالى، إلى القادر، إلى الناصر، إلى السميع، إلى القريب، إلى المجيب، إلى مالك الملك، إلى الله. رفع يده الرجل الأول وقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني لما يحلب الشياه لا يسقي أحدا قبل والديه، ما يقدم أحد على والديه، لا ولد لا زوجة لا عبد أبدا. الوالدان مقدمون، بر الوالدين من أعظم الأعمال عند الله. الوالدان هم بابان من أبواب الجنة على الأرض. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، تأخرت في المرعى، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح في يدي، وقف عند رأسيهما ينتظر استيقاظهما من الليل حتى الفجر. قال: فلبثت والقدح في يدي حتى برق الفجر، طلع الفجر، والأطفال الصبية يتضاغون عند قدمي، ولكنه لا يقدم أحدا على والديه. فاستيقظا فشربا غبوقهما، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا، غير أنهم لا يقدرون الخروج منه، ولكن الله استجاب له بهذا العمل العظيم، بر الوالدين. ثم قال الرجل الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب النساء إلى قلبي، وفي رواية: وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها، طلبت منها الزنا. يحبها، طلبت منها الزنا فامتنعت، عفيفة تقية، حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها الفقر وأصابتها الحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 120 دينار ذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها بشرط أن أزني معها. فقبلت بسبب الحاجة وبسبب الفقر. قال: فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما جلست بين رجليها، قالت: اتق الله، قالت: اتق الله. قال: فقمت عنها خوفا من الله،
خوفا من الله وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا لا يقدرون الخروج منه. بقي الرجل الثالث والأخير، رفع يديه وقال اللهم إني استأجرت أجراء، شغيل عمال، فأعطيتهم أجورهم غير واحد منهم ذهب وترك الذي له، فثمرت له أجره، شغلت له ماله. اسمعوا يا من تظلمون العمال، ما وضعهم في جيبته، فثمرت له أجره. انظروا إلى الأمانة وإلى النصح. فجاءني بعد حين، بعد مدة من الزمن، فقال عبد الله أدي لي حقي. فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والشياه والعبيد هو لك، هو مالك. قال عبد الله أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك، إنه مالك، أنا شغلته لك. هكذا ينبغي أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه، أمينا يتقي الله في إخوانه. فأخذه كله، أخذ المال كله يستاقه أمامه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرجت وخرجوا يمشون. فرج الله كربتهم وكشف عنهم المحن. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب أعمالهم الصالحة، بسبب أعمالهم الصالحة ورصيدهم من الخير الذي توجهوا به إلى باب الملك سبحانه وتعالى، الذي قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب الدعاء والعمل الصالح. ماذا؟ والعمل الصالح يرفعه، الذي قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. قصة عظيمة. هؤلاء الثلاثة يا عباد الله يمثلون المجتمع الآن، هؤلاء الثلاثة هم أنا وأنت، هم أنا وأنت. الأمة اليوم محاصرة داخل الغار والصخرة على الباب. الأمة اليوم تعيش أوضاعا صعبة، حروبا ومجاعات وأوبئة وأمراض على كافة الأصعدة. ما المخرج؟ ما السبيل؟ كل واحد منا مطالب برفع الصخرة، بالتوجه إلى الله. كل منا ينبغي أن يكون له دور في رفع الصخرة. اسأل نفسك، هل أنت سبب في رفع الصخرة أم أنك سبب في بقاء الصخرة؟ إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك. والله لن تفرج على هذه الأمة إلا بالتوجه إلى باب الملك سبحانه وتعالى، إلا إذا تبنا وأنبنا ورجعنا إلى الله وحده وأصلحنا أعمالنا. ماذا لو كان أحد أولئك الثلاثة لا يملك رصيدا من الخير؟ بالتأكيد كان سيؤثر على البقية، بالتأكيد كان سيؤثر على البقية. ومن هنا نعلم، من هنا نعلم لماذا يتأخر النصر، لماذا يتأخر النصر على الأمة. لا بد لكل مسلم أن يكون له دور في رفع هذه الصخرة. قصة عظيمة عنوانها
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عنوانها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عنوانها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عنوانها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عنوانها تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني في الله، هذه الصخرة لربما تعرض لكل واحد منا في حياته، هذه الصخرة لربما تنطبق على غار كل واحد منا في حياته. فما السبيل للنجاة؟ ما المخرج يا عباد الله؟ يا من أثقلته الديون، يا من حرم من الأبناء، يا من اشتد عليه المرض، يا من يعاني من ظلم الظلام، يا من وقعت عليه المصائب وحوصر داخل الغار، هل توجهت إلى باب الملك؟ هل توجهت إلى الله وناديته يا الله يا ملك؟ أقبل على الله، أقبل بتوبة نصوح وبعمل صالح، والله لن يردك الكريم، لن يردك الكريم الذي أمر النار ألا تحرق إبراهيم، وأمر البحر أن ينشق لموسى، وأمر الحوت ألا يهشم عظم يونس، والذي رزق زكريا الولد بالرغم من كبر سنه وعقم زوجته، الذي أرسل ألفا من الملائكة يقاتلون مع محمد وصحبه، الذي أعمى أعين المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادر على أن ينجيك، قادر على أن يرزقك، قادر على أن يحفظك، قادر على أن ينصرك. فقط توجه إلى باب الملك سبحانه وتعالى، واقرع الباب بتوبة نصوح وبعمل صالح. منذ يومين سمعت قصة عجيبة أثرت في كثيرا. القصة يرويها الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. يقول الشيخ: كنت في مكة في إحدى محاضراتي، فجاءني رجل من دمياط من مصر، رجل كبير في السن، رجل عادي، لا هو عالم ولا يعني رجل عادي. قبل أن أبدأ بالدرس قال: يا شيخ محمد، لو سمحت، عندي أمر وعندي قصة عجيبة أريد أن أقولها لك. فقلت له: تفضل يا عم، في بداية الدرس تفضل يا عم، وإذا أردت أسمع الناس. فقال الرجل: اسمعوا يا أخوان. فقال الرجل: يا شيخ محمد، أنا رجل كنت مشلولا شللا نصفيا كاملا، شلل نصفي، ذهبت إلى لندن وإلى أمريكا فلم يقدر لي الله سبحانه وتعالى الشفاء، لا، فلم يقدر لي الله سبحانه وتعالى الشفاء. وفي يوم من الأيام كنت أشاهد التلفاز فرأيت صور الناس يطوفون حول الكعبة،
وقد ارتفعت أصواتهم وهم يتجهزون لموسم الحج، فناديت أبنائي وقلت لهم أنا عاوز أروح للملك في بيته، أنا عاوز أروح للملك في بيته، ولن يردني، حاشاه أن يردني. فقال أبناؤه: ملك مين يابا؟ وبيت مين؟ قال: أنا عاوز أروح للحج أو العمرة. فقالوا: يعني يا أبانا، يعني حالتك يعني ما تسمح، أنت مشلول وكذا. قال: احجزوا لي بالطيارة. فحجزوا له وذهبوا به إلى مكة. يقول الرجل: فلما وضعوني في صحن الطواف في أرض الحرم قلت لهم ابتعدوا عني، قال لأولادي ابتعدوا عني. قال: يا شيخ محمد، ساعة وأنا ببكي، ساعة وأنا أبكي لا أقول إلا كلمتين فقط. قلت له: والله من راجع إلا على رجلي أو إلى المقابر، والله لن أرجع إلا على رجلي أو إلى المقابر، أو أن تقبض روحي ويأخذ بجثتي إلى المقبرة. يقين، يقين عظيم وعجيب. يقول: من كثر يعني البكاء، من شدة البكاء أصابني الصداع، فأخذتني سنة من نوم إغفاء غفا، نام. وإذ بهاتف يقول لي، صوت يقول لي: قم وامشي، صلوا على رسول الله. وإذ بصوت يقول لي: قم وامشي. يقول: فاستيقظت وقمت أمشي، ووصلت إلى الكعبة فتذكرت أني كنت مشلولا، فرفعت صوتي، رفعت يدي وقلت: يا ملك، يا ملك، حاشاك أن تخيب من دعاك، حاشاك أن ترد من التجأ إليك، حاشاك، بك أستجير يا رب، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا رب، أذنبت يا رب، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، فما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه، رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبلت بالقلب الخلي هداك. رباه، رباه، قلب تائب ناجاك، فهل ترد صدق توبتي؟ حاشاك، حاشاك ترفض، حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. فليرضى الناس عني أو فليسخطوا، إني لم أعد أسعى لغير رضاك. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عن بلاد الشام، اللهم فرج عن العراق، اللهم فرج عن اليمن، اللهم فرج عن التركستان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. يا ملك، يا مالك الملك العظيم،
يا أرحم الراحمين. ضاقت ضاقت وما لها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة. يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا الغلاء والوباء وتسلط الأعداء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج عن أسرى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.